السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله سوف أقوم بشرح طريقة تحميل فيديوهات فيسبوك بدون برامج. الطريقة سهلة جدا. الآن أنا في الصفحة، أختار الفيديو فيسبوك، ثم أقوم بحذف www وأضع مكانها حرف M، مكانها حرف M، ثم أضغط على Entry. وتأتينا الصفحة على هذا الشكل. أقوم بالضغط على يمين الفأرة وأقوم بالضغط على انجستخي، يعني أقوم بتحميل الفيديو. أختار سطح المكتبة وأضع له اسم، ثم انجستخي. قد تم تحميل الفيديو كما تشاهدون معنا على الشرح. الفيديو شغال 100% بدون أي مشاكل. ثم سأقوم بتجربة أيضا على جوجل كروم، وأذهب إلى نفس الصفحة أنفوس صوتي، ثم أختار الفيديو، ثم نفس العملية أقوم بنزع www وأضع مكانها حرف M، على انتري كما تشاهدون معي، يعني شغالة على جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس. طلع اسم انجستخي، تم تحميل الفيديو. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.